نروح إلى الولايات المتحدة الأمريكية دكتور علي فطوم الباحث في علوم اللقاحات. دكتور علي، أولا مساء الخير على حضرتك. دكتور علي سمعنا؟ نعم سمعك، ولكن الصوت عم بيقطع كتير في خلال البرنامج. طيب الآن سمعني كويس كده؟ هلا سمعك كويس جدا. هايل، مساء الخير على حضرتك أولا. أهلين بيك، يا مرحبا. خلينا اشرح لنا اليوم في فيديو عمل لنا مشكله، انه في ممرضه خدت اللقاح في احد المراكز في الولايات المتحده الامريكيه ووقعت. ايه المشكله؟ ايه الموضوع؟ الموضوع انك انت لما بتخرج للناس، كل شخص عنده خلفية صحية مختلفة، يعني هنالك عوارض كثيرة متواجدة عند الناس. فمثلا في كثير ناس عندها ما نسميه ناركوليبسي، انه الواحد بيكون في حالة انفعال معين يسقط ويدخل في حالة نوم بشكل مفاجئ جدا. هذه الحالات موجودة. السؤال الذي حصل اليوم مع الممرضة، هي أخذت اللقاح هذا وهي ممرضة في المستشفى، ولكن حدث بعد دقائق بعد خرجت وبدأت تتحدث، دخلت في هذه الحالة وقد عولجت. إذا القضية هي ليست قضية، لأنه لو كانت حالة حساسية بالنسبة للقاح هذا كانت حصلت الحالة مباشرة بعد التعرض أو بعد أخذ اللقاح، ولكن كان هنالك فترة ما بين الاثنين، بمعنى أن هذه السببية قد تكون عرضية وليست ظرفية وليست سببية بهذا المعنى. وطبعا الممرضة عولجت ولا يوجد لديها أي شيء. إذا يحصل هذه الأشياء، ممكن أن تحصل عندما تخرج إلى الجمهور الواسع وتعطي اللقاح إلى الجميع بدون أن تدخل في تفاصيل الخلفيات الطبية لكل هؤلاء. الآن بوجود الطبيب لا يوجد هنالك مشكلة، ولذلك لا أعتقد أن هذا يمكن أن يعطينا أي نوع من الإشارة بأن هنالك مشكلة وهنالك قضية مع اللقاح. اللقاح أثبت صحة سلامته الكبيرة في أكثر من 25,000 شخص أخذوا اللقاح على مرتين، وأيضا لقاح موديرنا الذي هو من نفس العائلة ونفس التركيبة أيضا أخذ من قبل حوالي 18,000 شخص، وبال 18,000 شخص لم يحصل أي من هذه الحالات. إذا نستطيع أن نعيد ونكرر أن قضية السلامة بالنسبة لهذه اللقاحات هي سلامة كبيرة جدا، وإمكانية الخطورة للإنسان العادي هي قريبة من الصفر، هي فقط قضايا أو عوارض محلية ستنتهي خلال 24 إلى 48 ساعة. لا يوجد أي شيء بالنسبة لمدة شهرين أو 3 أشهر التي نعرفها حتى الآن. إذا أشدد على أن قضية السلامة لا يمكن أن تتأثر في مثل هذه الحالات الفردية التي طبعا ستبحث وسيعرف عنها. لا يوجد أي ربط بين أخذ اللقاح وما حصل مع هذه الممرضة.